اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى. اذا اعلن رئيس حكومه الوفاق الليبيه فايز السراج رسميا وفي خطاب تلفزيوني ان مدينه سيرت قد تحررت من مقاتلي تنظيم الدوله، وذلك بعد نحو 8 أشهر على بدء العمليات العسكريه ضد التنظيم في المدينه. وتاتي تصريحات السراج بعد نحو 2 أسبوع من اعلان القوات الليبيه المواليه لحكومه الوفاق فرض السيطرة الكاملة على مدينة سيرت التي تبعد نحو 450 كيلومتر من العاصمة طرابلس. كما يأتي إعلان السراج بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة والذي أنتج الحكومة التي يرأسها حاليا. وعلى الصعيد السياسي اعتبر الكثير من المراقبين أن تحرير سيرت قد يعزز موقع السراج الذي يحاول منذ نهاية أذار مارس بسط سلطته على كامل البلاد. ويذكر أن في ليبيا حاليا حكومتان، الأولى يرأسها السراج ومدعومة من المجتمع الدولي ومقرها العاصمة طرابلس، والأخرى تتمركز في الشرق ولا تتمتع باعتراف المجتمع الدولي لكنها تحظى بمساندة قوة كبيرة يقودها العسكري خليفة حفتر. يحدث كل ذلك في وقت قام فيه خليفة حفتر بزيارة مفاجئة ومثيرة للجدل إلى الجزائر، التقى خلالها بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجمعية الدول العربية الوزير عبد القادر مساهل. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف من هنا من لندن، المحلل السياسي الليبي الأستاذ مفتاح لملوم. أرحب بك أستاذ مفتاح. أبدأ بالتحرير محمود، أفتح ب يعني قضية تحرير سيرت وكل هذه الأسئلة التي طرحت في الإعلام حول ما بعد هذا التحرير، ما الذي يعنيه على مستوى وحدة التراب الوطني، وحدة القوات العسكرية، وحدة المشروع الوطني الليبي؟ تحياتي لك ولمشاهدي قناة المغاربية. نعم. بكل تأكيد نحن نرحب بتحرير سيرت لأن هذا دفعنا فيه دم غاليا وضحى فيه كثير من الشباب بأرواحهم لوقف خطر تنظيم الدولة. نعم. ولكن المؤسف أن كل هذه التضحيات إلى حد الآن لم نرى حكومة السيد السراج قد استغلتها بشكل أمثل. هذه بكل تأكيد تعطي حكومة السيد السراج والمجلس الرئاسي فرصة تاريخية إذا أرادوا أن يستغلوها بإمكانهم أن يحققوا من وراء هذا الكثير. ولكن للأسف حكومة السيد السراج إلى حد الآن تعاني وليس قادرة على أن تتخذ القرار، ولا أعتقد أنها تمتلك الحرية الكاملة أن تتخذ القرار لأنها عاجزة مقيدة غير قادرة على أن تنطلق، وبالتالي لم تقدم شيء في خلال السنة الماضية. سنة مضت ولم تقدم هذه الحكومة شيء. ما نراه، ما نسعى إليه الآن هو أن هذه الحكومة قد تستفيد من تحرير سيرت وتتخذ خطوات جريئة لأن توقف هذه المهازل الواقعة في ليبيا. هناك فريقان، فريق يسعى إلى أن يوحد ليبيا وأن ينهي كل هذه المشاكل، وهناك فريق آخر يسعى إلى أن يحقق مكاسب شخصية إقليمية، وفريق ثالث يريد أن يهيمن بالكامل على ليبيا بمجلس عسكري وحكومة عسكرية ويرجعنا إلى عهد العسكريين، وطبعا هذا مرفوض برفضا تاما من كل الشعب الليبي. المماطلة والإجراءات التي اتخذها البرلمان لأرقال التنفيذ للاتفاق السياسي قد بكل تأكيد قد جعلت من المجتمع الدولي غير راض، وقد وجه إنذارا واضحا في المرة في آخر لقاء في مجلس الأمن على أنه على البرلمان أن يضمن الاتفاق السياسي لوثيقة الصغيرات، وهذا المطلب هو الأساسي، ولهذا كان التركيز عليه أكثر من أي مطالب أخرى، لأنه لا يمكن أن تنطلق هذه المسيرة بدون أن يضمن البرلمان الوثيقة إلى الإعلان السوري. نعم. وهذا يتطلب ثلثي الأعضاء، وفي تصوري أن هذا مستحيل في ضوء القسامات الموجودة داخل البرلمان وعلى أساس. نعم. ابقى معي أستاذ مفتاح الملوم، أريد أن أسأل الدكتور محمود الورفلي المسؤول الإعلامي في المؤتمر الوطني معي عبر الهاتف من طرابلس. دكتور، ماذا يعني هذا النجاح في تحرير سيرت من تنظيم الدولة، وهذا التصريح تلفزيوني للسراج والذي يتحدث فيه عن أمال يعني تنمية واقتصاد وأيضا على النجاحات على المستوى السياسي؟ نعم دكتور،
دكتور محمود؟ لا 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 يسن صوته. معي الأستاذ محمد. دكتور محمود تسمعني؟ بوضوح. نعم أسمعك بوضوح أخي. نعم. طيب هل سمعت السؤال؟ أم أعيد؟ نعم يعني؟ سمعت السؤال. طيب. نعم سمعت السؤال. نعم. تفضل تفضل. تحية مسائية لك ولضيوفك الكرام أخي. نعم. الحقيقة الآن بداية يجب أن أوضح أن هذا الانتصار يعني أن ثورة فبراير حية في قلوب من قاموا بها ومن دافعوا عنها ومن ما زالوا يدفعون الأرواح من أجل ألا تسرق. هذا أولا. من الناحية السياسية أخي، أن للأسف الشديد أن تيار فبراير كعادته لم يكن جاهز لاقتناص اللحظة السياسية. من المعلوم بالضرورة أن أي معارك لا يتبعها برنامج سياسي تكون معارك في الهواء وتكون تضحيات في الهواء للأسف الشديد، وهذا ما نحاول توضيحه، وهذا ما علمه أعداء فبراير، ولذا حاولوا شق صف فبراير حتى لا يتمكن صف فبراير موحدا من تكوين رؤية سياسية واضحة مقنعة للداخل والخارج. أخي الكريم، يجب أن ألا نفكر ببلاهة وبسذاجة، ونحن كنا معاصرين بالتفاصيل المملة لاتفاق الصخيرات. اتفاق الصخيرات ولد ليؤد من أول يوم. هل من المعقول، وهذا قلناه عبر قناتكم عديد المرات، هل من المعقول ألا يعرف من أعد وثيقة الصخيرات ومن جعل البرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة، وهذا كان مبدأ اعتراض المؤتمر الوطني، من جعل البرلمان الجهة التشريعية الوحيدة، وأن حكومة السراج لا يمكن أن تنال الثقة وأن تبدأ عمليا في شغلها إلا بعد نيل ثقة مجلس النواب؟ من وضع هذا الشرط علم ابتداء أن مجلس النواب لم يمنح الثقة لهذه الحكومة، وبالتالي الآن الآن لاحظ تصريح كوبلر، ولاحظ تصريح السفير الإنجليزي بأن حكومة السراج العد التنازلي أو العداد لم يبدأ يشتغل أساسا حتى نقول أن فترتها انتهت أمس، حيث نص الاتفاق بوضوح أن فترة حكومة السراج سنة. لا. ولكن قالوا لا، هذا من تاريخ اعتماد البرلمان. طيب السنة هذه أصدرت فيها قرارات وصرفت فيها مليار دولار وعاشت ناس. طيب لنقف هنا عند سؤالك، وهو البنيان المرصوص أو تحرير سرت من التنظيم الدولة. هب أننا سلمنا أن هذا النصر هذا هو كله تخطيط وإدارة ودعم حكومة السراج. من أين لها حكومة السراج أن تخطط وأن تدعم وأن تدير معركة وهي غير شرعية؟ أنت شفت المأزق القانوني أخي؟ لنكون واضحين، كوبلر ومن معه ما يسمى بين قوسين بالمجتمع الدولي يقولون أن حكومة السراج لم تبدأ فعليا لأنها لم تنال الثقة. نعم. لكن هناك منطق، هناك منطق الأمر الواقع على الأرض، يعني في الحروب النصوص شيء والأمر الواقع شيء، وحفتر مثلا هو أمر واقع في ليبيا. يعني نتكلم بلغة الأمر الواقع ونضع الصخيرات على جنب. نعم. هذا ما أريد أن أصل إليه. نعم. إذا كنا نريد أن نتكلم لغة الأمر الواقع، نعم، دعونا نتكلم لغة الأمر الواقع ونفصل سياسيا واقتصاديا بما هو موجود على الواقع، ونترك الصخيرة جانبا. إذا أتينا إلى أمر الواقع، نعم، حفتر موجود على أرض الواقع، له سنتين، يدعم دوليا، برلمان انتهى لأن البرلمان جاء من وثيقة فبراير. وثيقة فبراير واضحة، نص لا لبس فيه،
أن البرلمان لا يستطيع أن يمدد لنفسه أبدا، وإلا يكون التمديد إلا عن طريق استفتاء. ضربوا به عرض الحائط، اجتمعوا، مددوا لأنفسهم. لحظة التلاعب القانوني. ولذا نحن نتكلم، أنا أحييك تماما، لأن الآن نحن نتكلم عن أمر واقع. أمر الواقع عندما كان المؤتمر قبل وثيقة الصخيرات، نعم، القانون وهو مؤيد بحكم المحكمة، وهو أمر واقع. إذن حكومة الغويل اليوم موجودة، أمر واقع. الثوار بمعسكراتهم وبآلياتهم، أمر واقع. الصخيرات موجودة فقط على ورق وليست أمر واقع. جميل جميل، سأعود إليك دكتور محمود الورفلي. أريد أن أشرك في هذا النقاش الأستاذ محمد غميم القيادي في حزب العدالة والبناء، هو معي أيضا عبر الهاتف من العاصمة طرابلس. ماذا يعني هذا التحرير لسرت، وماذا يعني السراج عندما يقول أمام الليبيين عبر التلفزيون بأنه جاهز، يده ممدودة لرأب الصدع وأيضا لكل الفرقاء الليبيين؟ أولا تحية طيبة لحضرتك ولكل المتابعين والضيوف الكرام، ولا يفوتني أن أتقدم بالتهنية لكل شعب ليبي على هذا الانتصار الذي حققه أبطال البنيان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. للتوضيح فقط ولتكون شاشتكم وقناتكم الموقرة حقيقة ما يجري على أرض الواقع وهذه المناكفات، تصحيح بسيط. المادة رقم 1 تتضمن الفقرة 4 منها أن مدة ولاية حكومة الوفاق سنة من تاريخ اعتماد البرلمان لها. عندما نقول حكومة الوفاق الوطني، نحن لا نتكلم على المجلس الرئاسي. كل القرارات التي صدرت عن طريق المجلس الرئاسي هي قرارات صحيحة ولا غلط فيها، وإنما هناك بعض التداخل عند أصحاب الآراء المخالفة بأن يقولوا أن كل هذه القرارات هي قرارات عادمة ولا أساس لها من الصحة. أخي الكريم، الوزراء الآن هم وزراء مكلفون، وهذا بتخريجة صحيحة. والمجلس الرئاسي نال ثقته في اتفاق الموقع في مدينة الصخيرات، ومدة حكومة الوفاق تختلف على قانونية المجلس الرئاسي أو شرعية المجلس الرئاسي. يجب أن لا نحط الأمور على المشاهد الكريم ونتكلم بصراحة وبمصداقية ولا نغالط الحقائق. هذا بالنسبة لموضوع توضيح الفقرة 4 من المادة رقم 1 في الاتفاق السياسي. ثانيا، أنت تكلمت معي على الآن حقيقة ما يحدث في ليبيا أو هذه الصراعات أو هذه المناكفات والمشهد الحالي. ماذا بعد تحرير سرت؟ يعني كل وكالات الأنباء تحدثت. نعم، عن ماذا بعد التحرير وماذا يعني بالنسبة لكل الإشكاليات في ليبيا؟ نحن نتكلم على الأيام القادمة واضحة لدي. هناك ستكون احتفالية كبيرة ستقام في مدينة سرت، يحضرها المجلس الرئاسي، وبعدها سننتقل هذه الاحتفالية إلى العاصمة. كما تابعنا في قيمة السيد رئيس المجلس الرئاسي ليلة امبارحة أنه أعلن رسميا تحرير مدينة سرت، ونتمنى أن يصاحب هذا الكلام وهذه الكلمة هو أفعال على الأرض، بغض النظر على هذه العرقلة التي تحدث من كل الأطراف. أخي الكريم، عن الاتفاق السياسي لم يلقى ترحيبا ممن هم موجودين في العاصمة أو موجودين في شرق ليبيا. الاتفاق السياسي الجميل فيه اليوم والانتصار الفعلي له اليوم بعد تحرير مدينة سرت ودعمه لحكومة الوفاق، دعمه لقوات البنيان، أن حتى المعارضين الآن أصبحوا يدوروا حول الدار. وأنا أرى أن هذا شيء طيب، حتى المعارضين له الآن يتكلموا عليه ويبحثوا في مواد وقال فلان وقال علان، وهذا مؤشر جيد على أن الناس المعارضين لم يعد لديهم شيء يقدموه، واقتنعوا بأن الحل هو في الاتفاق السياسي. نحن نتمنى أن يجلس الفرقاء ويقتنعوا بأن البديل على البندقية والتفييج والكلام من خارج ليبيا، مع احترامي للإخوة الموجودين في الخارج. أخي الكريم، الواقع الآن أن ليبيا تحتضر في نزاعات وخلافات وأيديولوجيات مركبة،
أطماع شخصية. كل المشاكل اللي في ليبيا هي نتاج مشاكل تراكمية من أيام المؤتمر الوطني الذي انتهى رسميا وواقع الآن في العاصمة، هو عبارة عن بعض الأشخاص لا يتعدى 3 أو 4 أشخاص يتكلموا في غرف مغلقة، أو بعض الأشخاص التي لا صح لوجودهم أصلا في العاصمة. نعم، أعود إليك. ابقى معي، ابقى معي رجاء. نعم، يعني فكرة واضحة، ابقى معي رجاء الأستاذ محمد غميم. السيد مفتاح لملوم عندما يتحدث السراج على وجوب تكاثف كل القوى في ليبيا لمكافحة الإرهاب، وكان نسمع نغمة مشابهة لدول أخرى ربما تركت القضايا الجوهرية ورفعت راية مكافحة الإرهاب، ألا يغالط الرأي العام الليبي؟ ألا يشوش على الرأي العام الليبي هذا التصريح؟ ألو. نعم، سوى كلام. نحن نعرف من يتحدث عن مقاومة الإرهاب، الإرهاب الذي هو إرهاب قد رأيناه قد هزم في صبراتة وقد هزم في مدينة سرت، ولا أعتقد أن هناك إرهاب آخر إلا ما يتوهمه الآخرون ويريدوا أن يرفعوها شماعة يكون عليها باللوم، وفي نفس الوقت يرونها أنها وسيلتهم للاستمرار في مكافحة الاتفاق السياسي. نعم. الشعب الليبي نعم، أسمعك سيد مفتاح. نعم، الشعب الليبي مل من المناكفات السياسية، الشعب الليبي يحتضر وليبيا تعاني، وعلي بل يتحدثون عن الاتفاق السياسي ويتحدثون على أن الإرهاب الموجود في ليبيا الآن هو إرهاب يعني يجب أن يحارب. ماذا تريد مصر من هذه الدعوة؟ ماذا تريد الإمارات من هذه الدعوة؟ إلا صب الزيت على النار لمزيد من القتل ومزيد من الدماء في ليبيا. سواك الأمر من يتحدثون عن الإرهاب، يعني هل ما يجري في بنغازي، دمار بنغازي بكامله، هل هناك الآن يعني إذا كان هناك إرهاب لماذا لم يحاربه حفتر عندما كانت جماعة ترميم الدولة في شقي درنة؟ لماذا كان يضرب ثوار درنة عندما كانوا يتقدمون ويلحقون فنول داعش في درنة؟ وعندما مرت رتل كامل من أكثر من 100 سيارة عسكرية إلى مدينة سرت، لم يحترق طريقها حفتر ولا طائرات حفتر ولا طائرة الغرب، مع أنها مرت بالقرب من معسكرة حفتر. شماعة الإرهاب التي تحدث عنها إخوتنا في الشرق هي شماعة بالية، ولا أعتقد أنها لا أهمية. هناك من يريد أن يعطل تقدم ليبيا، هناك من يريد يعني حتى السراج سيد مفتاح، السراج أيضا يتحدث عن مكافحة الإرهاب. السراج ليس لديه أي أجندة على الإطلاق، وبالتالي هذا ما يريد أن يبديل الشعب الليبي. شرط لم يكن السراج هو الذي فعلا قد دفع به ثوار من صلاة اللي تقدموا الصفوف ويطردوا تنظيم الدولة ويأخذوا على فيه مدير السد. نحن نعرف من حارب السراج هو ما نعدد حكومة الغواز السادق من دخائر وأسلحة. السراج لم يأتي بشيء لمن حاربوا في سرت. البنيان المرصوص لم يحارب بأسلحة السراج، لم يحارب بدخائر السراج. السراج لم يقدم لا أسلحة ولا دخائر، والغرب قدم أسلحة ولا دخائر، وبالتالي لماذا نضحك عن بعضنا البعض؟ السراج إذا أراد أن يتحدث عليه يتحدث ويفرض نفسه إذا كان قادرا، وإلا عليه أن يترك هذا المنصب لأنه لا يليق به ولا يليق بالمنصب المجلس الرئاسي، وأولئك جميعا قتبة فشلهم، ولا أعتقد أنهم سيحققون الكثير حتى لو مددهم لهم 10 سنين. في واقع الأمر نحن نرى أن هناك عجز كامل، وهناك من يريد أن يعطل مسيرة الشعب الليبي، هناك من يريد أن يقبل ثورة فبراير، وهناك فعلا تناغم كبير جدا الآن بدأ يظهر بين ما يطالب به حفتر وما يطالب به السراج، ولا أعتقد أن الاثنين ربما ليبتعدان الكثير عن بعضهم البعض. أستاذ مفتاح، وأنت تذكر حفتر اليوم في الجزائر، لأول مرة الجزائر تستقبل هذا الرجل الحديث عن مستقبل ليبيا مع مسؤولين جزائريين، ماذا إلى ماذا تؤشر لك هذه الزيارة؟ نحن نعرف أن موقف الجزائر هو بكل تأكيد مخالف بالكامل للموقف المصري. الموقف المصري في الشرق يدعم حفتر ويريد أن يهيمن عن طريق حفتر على ليبيا، بينما الموقف الجزائري يتحدث من منطقة استقرار ليبيا، لأن الجزائر على الحدود الغربية لليبيا، وبالتالي لا تريد
أي مشاكل في ليبيا، ولا تريد أن يكون هناك نظام ضعيف يسمح لأن تتبلور في المنطقة فئات إسلامية متشددة على غرار داعش وعلى غرار هذه المجموعات التي نراها الآن. وبالتالي مصلحة الجزائر ومصلحة المغرب العربي بكامله في أن تكون ليبيا هادئة آمنة، لأن هي فعلا ليبيا تتبع المغرب العربي ولا تتبع المشرق العربي، لنكون واضحين. ولا أعتقد أنه بإمكان حفتر الآن بدأ أشعر أن الموقف الجزائري لن يمكن مصر من أن تهيمن، وأن الموقف الجزائري هو لمصلحة الشعب الليبي، بينما الموقف المصري هو لسلب قدرات الشعب الليبي على أن يبني نفسه. وعليه فأن حفتر يريد أن يقلع الجزائريين، حفتر شعب بالضغط عليه، حفتر يشعر الآن أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ربما في الفترة القريبة القادمة سيكون هناك ضغط على حفتر إلى حد ما. وعجيلة صالح، نحن رأينا أن زيارة إلى روسيا كانت فاشلة، زيارة حفتر إلى روسيا كانت فاشلة، وبالتالي لن يستطيعوا أن يحصلوا على أسلحة إلا إذا كانت عن طريق السوق السوداء، وربما روسيا تبيعها بشكل غير مباشر عن طريق السوق السوداء وتجني أرباحا طائلة، ولكنها لن تقدم لحفتر الأسلحة التي يريدها، ولن تقدم لعجيلة صالح الأسلحة التي يريدها. وأن الموقف الآن مطلوب من البرلمان أن يضمن الاتفاق السياسي، ولا أشك في أنه بإمكانه أن يفعل ذلك، لأنه لا يستطيع أن يجمع سلطوي على البرلمان النصاب القانوني لذلك. وعليه فإن البرلمان هو عاجز، وأنا أتصور أن البرلمان في المرحلة القريبة القادمة سيكون برلمانا خارج السلطة، وأن المجتمع الدولي ربما يدفع بحكومة السراج ويطلب بحكومة السراج أن تحل أن تنشط إلى حد ما وتقدم للشعب الليبي ما هو بحاجة إليه. ولا أعتقد أن البرلمان سيلتفت له، ولا أعتقد أن خليفة حفتر سيجد من يلتفت له. وإذا أراد حفتر، ونحن نعرف ذلك، أن يسعى لحسم عسكري ويسعى إلى دخول مدينة طرابلس، ولا أعتقد أنه سيكون أكثر حدا من رفيقه، ولا أعتقد أنه سيكون أكثر حدا من معاركه السابقة في تشاد. أشكرك جزيل الشكر سيد مفتاح الملوم المحلل السياسي الليبي، كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن. دكتور محمود الورفلي، يعني قبل الحديث عن حفتر وزيارته للجزائر، دلالات هذه الزيارة، ماذا عن هذا الارتباك الحاصل عند الكثير من يتابعون المشهد الليبي بين قرارات المجلس الرئاسي وقرارات الحكومة؟ لا شك أن كما تفضلت حضرتك في سؤالك السابق أن هناك أمر واقع، وبالتالي هذه الازدواجية أو الثلاثية الموجودة في ليبيا تجعل من كل سلطة أمر واقع تحاول أن تفرض نفسها، وبالتالي هذا التضارب بين قرارات سلطات الأمر الواقع بين قوسين أمر طبيعي وأمر بديهي جدا، لأن هذه السلطات الموجودة والمنتشرة في البلد لا يمكن أن تتوحد، لأنها أو لا يمكن أن تصدر قرارات متطابقة لأنها أصلا مختلفة فيما بينها. وبالتالي للأسف الشديد هذا ما تمر به ليبيا، وهذا هي المناكفة السياسية، وهذا ما أوجده اتفاق الصخيرات. نحن كنا في الأصل بين سلطتين، المؤتمر الوطني والبرلمان، أحدهما يمثل تيار فبراير والآخر يمثل الثورة المضادة، ثم جاء اتفاق الصخيرات، والذي كان البعض يأمل في أن ينتج حكومة وفاق وطني تجمع الوطن وتلم شتات الوطن، وإذا به أصبح اتفاق أو وثيقة لزيادة التفرقة بين داخل صف فبراير فقط. أخي لاحظ أنه قبل اتفاق الصخيرات لا يوجد إلا سلطتين، سلطة في الشرق البرلمان وحكومة تني، وسلطة في الغرب المؤتمر وحكومة الغويل. ونحن الآن لسنا في أنا لا أريد أن أقيم أداء كلا السلطتين، ولكن نحن نتكلم الآن عن فاكت، عن أمر موجود. بعد اتفاق الصخيرات احتفظت القوة في الشرق بذات البرلمان وحكومة، وطبعا كقوة عسكرية حفتر، بينما الغرب الليبي
الآن حكومة الغويل ومؤتمر سراج وحكومته وحتى القوى العسكرية لتيار فبراير أصبحت أكثر من تيار وما أحداث الأسبوعين الماضيين في طرابلس إلا شاهد ودليل على هذا. للأسف الشديد ما زال البعض يكابر ويعاند ويقول أن اتفاق الصخيرات جاء ليلم يعني شعث الوطن. هل تعلم أخي منذ دخول السراج إلى طرابلس تكلم عن المؤتمر الوطني وحكومة الغويل وتصريحات واضحة ومكتوبة ومعلنة، لم ينبس ببنت شفا عن حفتر وقوته التي شهد العالم أجمع وأسرت دواعش الآن تكلموا عن خروج الرتل من درنا ووصوله إلى سرت ولم يتلقى رصاصة واحدة من حفتر، بينما هو يملك كل القوة التي تدمر هذا الرتل. أول أمس فقط الأسبوع الماضي ضرب سرايا الثوار المتقدمة نحو بنغازي وأوقفها، وأنتم نقلتم هذه الأخبار وكانت لكم حوار حولها بطائراته، أوقف تقدم سرايا الثوار. لماذا لم يوقف خروج داعش من درنا إلى عنتر 700 كيلومتر أخي أو 800 كيلومتر؟ خرجت في طريق صحراء مفتوحة لم تتلقى رصاصة واحدة، وكل الأوامر الصادرة وبالورق أن أخلو الطريق لها. إذن أخي الآن الأمر واضح جدا أن الوضع المشهد السياسي في ليبيا مرتبك، وبالتالي سوف تنتج عنه قرارات مرتبكة ومتضاربة. أنا لا أستطيع أن أقول هنا، وإن كنت أقول أن المؤتمر الوطني هو صاحب الولاية في ليبيا وما زلت أقول ذلك، ولأن ونحن نتحدث عن ونحن نتحدث عن المشهد، لا نغفل العمل الخارجي، القوى الإقليمية التي تدفع بطريقة سلبية وإيجابية في هذا المشهد. ماذا عن زيارة حفتر للجزائر، كيف تقرؤونها؟ جيد، كما تفضل الأستاذ مفتاح، الجزائر هي دولة تكلم الآن ربما خارج حتى نطاق الدبلوماسية حتى أضع المشاهد الكريم في الصورة. الجزائر تتوجس من الدور المصري في ليبيا، وهذا يعني إرث تاريخي قديم بين الناصرية وما بعد الناصرية، أنور السادات ومبارك والحكومة الجزائرية والانتدادات التي تعرفونها ويعرفها المشاهد الكريم حتى من بعد العشرية الدموية في الجزائر. الجزائر حقيقة لا تريد أن يهيمن السيسي ومن خلفه على المشهد في ليبيا. أنا في تصوري أن حفتر ذاهب الآن للجزائر ليطمن الجزائريين أن يرفعوا أيديهم عن القوة في غرب ليبيا حتى يتمكن من دخول طرابلس، ويعطيهم تطمينات أنه إذا جاء لطرابلس ودخل طرابلس لن يكون امتداد للموقف المصري. هذه قراءتي. وهل تتوقع أن الجزائر ستقبل بذلك؟ أنا أقول أن الجزائريين طبعا لهم مخابراتهم على الأرض ولهم قراءتهم الخاصة، ويعلمون حقيقة الاتصالات والرابط الوسيط بين المخابرات المصرية والانقلابيين في مصر والإمارات من خلفهم مع حفتر، ولكن في عالم السياسة ليست هناك ثوابت مستديمة. ولكن أخي أنا أقول أن الجزائريين أيضا، ولا أبيح سرا أنه كانت في اليومين الماضيين لنا لقاءات مع بعض الساسة في المغرب العربي، وأوضحنا لهم أن أي محاولة لتقدم حفتر نحو الغرب الليبي سوف يشعل شرارة لم تنجو أي دولة منها
واضح. حال من الأحوال. أشكرك دكتور محمود الورفلي المسؤول الإعلامي في المؤتمر الوطني، كنت ضيفا عبر الهاتف من العاصمة طرابلس. أختم معك الأستاذ محمد غميمة القيادي في حزب العدالة والبناء، ماذا عن زيارة حفتر للجزائر؟ ماذا تتوقعون منها ولماذا هذه الزيارة في رأيكم؟ هذه الزيارة جاءت وليست قراءات من خارج ليبيا وإنما من داخل ليبيا ومن العاصمة بالتحديد. وأنا استغرب شخص يدعي أنه هو عضو مؤتمر ونقول تكلم على قراءات. الحقيقة الواضحة زيارة حفتر للجزائر هو تتوافق مع زيارة الوزير المكلف بالدفاع بوزارة الدفاع السيد مهدي البرقي، وهناك ضغوطات كبيرة لأمام حفتر، خاصة زيارته المخيب للأمال إلى روسيا التي كان يعول عليها كثيرا. أنت تعرف أخي الكريم أن الجزائر تلعب دور محوري في القضية الليبية بحكم الحدود، بحكم العلاقات القديمة، بحكم تفاعلها في ملف الاتفاق، وبحكم الواقع الذي تعيشه ليبيا، وأن السلطات انتهت من البرلمان وانتهت من الشرق الليبي وانتهت من المؤتمر الوطني في الغرب، وأصبحت هناك سلطة وحيدة ممثلة أمام العالم وهي سلطة حكومة الوفاق الوطني ممثلة على رأسها السيد فايز سراج بالمجلس الرئاسي. الجزائر تحاول اليوم أن تلم الشتات في ليبيا، تأتي بالأطراف المتناثرة، وهو اليوم توافقت مع وجود السيد المهدي البرقي في الجزائر، وكذلك أخبر عن وصول دولة الجزائر، والجزائر لديها مسطرة واضحة في الموضوع الليبي وهو الالتزام بالاتفاق السياسي. وأنا أتوقع أن يكون هناك موقف مصري. الفكرة عموما كانت واضحة. وما هي العلاقات التي تربطها؟ نعم، شكرا لك. شكرا لك الأستاذ محمد غميمة القيادي في حزب العدالة والبناء على هذه المشاركة، متضيفي عبر الهاتف من طرابلس. انتهت هذه الحلقة من المشهد المغاربي، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.